هجوم واسع تشنه قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على مواقع تتمركز فيها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في جبهة الكدحة بمديرية المعافر بالريف الغربي لمحافظة تعز. حتى الآن تمكنت قوات الجيش الوطني من إحراز تقدم ملحوظ في هذه المنطقة والسيطرة على عدد من المواقع التي كانت تتمركز فيها الميليشيات الانقلابية. هذه آثار إحدى الغارات الجوية التي شنها طيران التحالف العربي قبل لحظات على تجمعات للميليشيات الانقلابية التي كانت تتمركز في هذه المنطقة. الجيش يواصل عملياته كما تشاهدون الآن بهدف تحرير مناطق كانت تتمركز فيها الميليشيات الانقلابية. التقدم ما يزال مستمر والمعارك مستمرة حتى الآن في هذه المنطقة. للمزيد حول العمليات التي تشهدها هذه الجبهة معنا هنا المقدم عارف المقدري أحد القيادات في الجيش الوطني ليطلعنا على مزيد حول المواجهات. ما هي المناطق التي تم السيطرة عليها وكيف تسير المعارك الآن؟ والله تقدم الجيش الوطني من ثلاثة محاور: الميمنة والقلب والميسرة، وأسقط العديد من المواقع التابعة للعدو. كان أهمها واليعتبر إنجاز استراتيجي هو تبت حوب الرعي، لأنها تبت حاكمة لكل مناطق الكدحة، وما زال الجيش الآن في تقدم مستمر رحمة مدرسة خيب الوليد وبجهة الميمنة. الجهة الميمنة من الجبهة أيضا تم سيطرة عدة مواقع، والآن الجيش مستمر وتقدم إن شاء الله مع آخر الليل والأمور على خير. إذن هكذا هي المعارك الدائرة هنا في جبهة الكدحة، حيث يواصل الجيش الوطني عملياته لتحرير هذه المنطقة بالكامل من الميليشيات الانقلابية. فواز الحمادي، قناة بلقيس، من جبهة الكدحة بمديرية المعافر تعز.